بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، دعوني أتأمل معكم هذا الجبل الرائع جدا. حقيقة لولا هذه الصورة وهذه الجبال لم نصدق أن هناك جبالا في السماء، لا أحد يصدق ذلك. الطائرات الآن عندما تطير تصور هذه الغيوم على ارتفاع آلاف الأمتار. هذه الغيمة أيها الأحبة قاعدتها عريضة جدا ولها قمة هنا تشبه الجبل أو الهرم، انظروا معي. وهذا جبل آخر، وهنا جبال، سلسلة من الجبال سبحان الله تسبح في الهواء دون لا رافعات ولا حاملات ولا مثبتات، ولا تحتاج إلى طاقة ولا تحتاج إلى مولدات ولا محركات ولا أي شيء. طيب، هذه الغيمة يقول العلماء إنها تزن ملايين الأطنان، ليست خفيفة، ثقيلة جدا. طيب من الذي يحملها؟ بالفعل يعني نحن عندما نفكر في هذه الغيوم كيف تتشكل بهذا الشكل، بل لماذا تتشكل بهذا الشكل، لماذا لا تتشكل بالعكس، يعني لماذا تختار هذه الغيوم أشكال الجبال. ثم هناك شيء آخر أيها الأحبة، وجد العلماء أن هذا الارتفاع هنا الذي يمتد لمئات الأمتار وربما آلاف الأمتار، هذا الارتفاع من هنا يمتد لمئات الأمتار وأكثر، ضروري جدا لتشكل ما يسمى حبات البرد، هذه الحبات الصغيرة القاسية من الثلج والتي تنزل أحيانا في بعض المناطق وتسبب أضرارا يمكن أن يبلغ قطر القطعة بحدود 15 سنتيمتر. هناك قطعة سجلت قطرها 15 سنتيمتر، هكذا تصوروا أيها الأحبة. هذا الجبل ضروري لتشكل حبات البرد. لماذا؟ لأن المطر عندما ينزل لا يحتاج للجبال، يتكثف بفعل تيارات الهواء الباردة، درجات حرارة معينة، بالإضافة إلى ظروف جوية معينة ينزل المطر. طيب حبة البرد كيف تتشكل؟ تحتاج هذه الحبة أولا هي تكون قطرة ماء أو مجموعة من قطيرات الماء الصغيرة، بسبب التيارات الهوائية العنيفة جدا التي تصعد للأعلى هكذا من أسفل الغيمة، من قاعدة الغيمة تأتي التيارات هكذا للأعلى، هكذا هكذا أحبتي في الله، تصعد تيارات الهواء الباردة بدرجة أقل من الصفر إلى أعلى الغيمة تحمل قطيرات الماء. قطيرات الماء لا تصعد هكذا مباشرة بل تدور، لأن تيارات الهواء هي على شكل ما يشبه الإعصار، تيارات دوامية تدور هكذا. جزيئات الماء المتكثفة طبعا والتي تدور عندما ترتفع ثم تنزل ثم ترتفع ثم تنزل ثم تدور بفعل البرودة الهائلة تتثلج، تتجمد، تتحول إلى ذرات ثلج ولكن مضغوطة سبحان الله. عندما يكون ارتفاع الغيمة مناسبا يعني مئات الأمتار وأكثر من ألف متر تتشكل هذه الحبات. في الغيوم العادية هنا مثلا لا تتشكل، في هذه هنا غيوم عادية لا تتشكل هذه الحبات. طيب الآن هذه الحقيقة أحبتي في الله، حتى يعني استطعنا أن نتعرف عليها احتاج العلماء إلى مناطيد لقياس المعطيات هنا من درجة حرارة وكثافة ورطوبة وسرعة الهواء وكذا إلى آخره، احتاجوا إلى أجهزة كمبيوتر لمعالجة البيانات، احتاجوا إلى أجهزة رصد، احتاجوا إلى المعادلات الرقمية الفيزيائية التي سهر عليها العلماء عشرات السنين حتى استطاعوا فهم تكون هذه الغيوم، واستطاعوا فهم أن هذه الحبات البرد تشكلها
من أعقد الظواهر في الطبيعة، أعقد من تشكل الماء أو تشكل حبات المطر. طيب، وبنفس الوقت هي ثقيلة جدا، ملايين الأطنان تزن هذه الغيوم. تصوروا أيها الأحبة الآن، يعني أنا أود أن أتساءل وأوجه سؤالا لمن في قلبه شك من هذا القرآن. أنتم تدعون أن هذا القرآن كلام بشر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بعث في زمن كان الناس يظنون أن هذه الغيوم لا وزن لها، تمام؟ هي أول شيء، ولم يتم وزن الغيوم إلا حديثا جدا في العصر الحديث. الشيء الثاني، كانوا يظنون أن البرق والبرد والكذا هذه الظواهر تتشكل بنتيجة آلهة مثل الإله زيوس، يزعمون أنه هو الذي يصنع البرق، إله البرق في اليونان. كانوا يعتقدون أن هناك إله للمطر، إله للبرد، إله للكذا، إله للغيوم، إله للشمس، إله آلهة متعددة. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استغربوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء ماذا؟ عجاب، ليس عجيب، عجاب يعني مبالغة، يعني تعجبوا، كل هذه الآلهة تريد أن تجعلها إلها واحدا؟ سبحان الله. لم يكونوا يتصورون أن هذه ظواهر كونية طبيعية لها تفسير. طيب، هنا النبي لو فرضنا أنه أراد أن يؤلف كتابا وأراد أن يصنع دينا لنفسه وأراد أن يستفيد ماديا ومعنويا ويسيطر وسياسيا وجنسيا وغير ذلك كما يدعون، يعني استفاد من النساء وكذا وكذا، طيب هل يأتي بحقائق علمية نكتشفها نحن اليوم؟ هل يستطيع بالمنطق؟ يعني أنا أتحدث بالمنطق. على الأقل كان ذكر آلهة من آلهاتهم، آلهة واحدة، كان ممكن أن يقول المطر مثلا له إله كذا، البرد له إله كذا، وانتهى الأمر، يعني لا يحتاج ولن تفيده في شيء المعلومة العلمية المكتشفة حديثا. يعني إذا قال لهم هذه الغيوم لا، ليس كما تظنون، هذه ثقيلة، يعني هل سيصدقونه؟ هل سيؤمنون؟ هم لا، هم يعتقدون أن الهواء لا وزن له أصلا. قبل يعني مئات السنين، مئات قليلة من السنين، كان العلماء يعتقدون أن الهواء ليس له وزن، أحبتي في الله. فتبين أن الهواء له وزن، ووزن يعني له وزن محدد، المتر المكعب يزن 1.2 كيلوغرام تقريبا يعني، المهم وهي كثافة الهواء. طيب، لنقل هذه الغيمة ثقيلة جدا. طيب، كيف علم أنها ثقيلة؟ لم يكن هناك وسيلة للقياس. ماذا قال القرآن؟ قال سبحانه وتعالى وينشئ السحاب الثقال. سبحان الله، كلمة واحدة فقط، وينشئ السحاب الثقال. طيب، كلمة ثقال هنا جديدة على اللغة وجديدة على زمن الجاهلية وغير مستخدمة أصلا. طيب، من أين جاء بها؟ إذا لابد أنه تلقى علما من الخارج، وهو كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طيب، الشيء الثاني، الجزيرة العربية لم يكن فيها ظاهرة البرد لأن الحرارة كانت مرتفعة، وكان الناس يعني أحيانا تمر فترات من الجفاف سنوات لا تنزل قطرة مطر، معروف هذا الكلام. طيب، ما بالك بالبرد؟ يعني غالبا لم يكونوا يعرفون البرد، أو ربما يرونه نادرا، ظاهرة نادرة، لا تقدم شيئا له في دعوته، لأنه كان الأجدر به إذا أراد أن يكسب هؤلاء الناس أن يعطيهم معلومات عن الجمال، عن الإبل، عن الصحراء، عن الحبيب، عن الكأس، عن الخمر، عن الكذا، هذا الجو السائد. يعني اليوم إذا جاء أحد مثلا وأراد أن يصنع شعبية قوية
يرى توجهات الناس ويعمل حسب توجهات الناس، لا يأتي بالعكس سبحان الله، أو يأتي بأشياء لا تفيده. إذن عندما تحدث القرآن عن البرد ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى: دققوا أيها الأحبة، وينزل من السماء من جبال، من جبال، من جبال فيها من برد. دقة هائلة، فيها من برد، لم يقل فيها برد، لأن ليست كل الجبال فيها برد أيها الأحبة، هناك جبال ولكن درجات الحرارة وسرعة تيارات الرياح لا تكفي لتشكل حبة برد، فهناك تتشكل بعض الحبيبات ولا تنزل أحيانا، تبقى هنا لا تنزل. وينزل، طبعا الذي ينزل هو الله عز وجل وليس الإله زيوس أو غيره، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء، بالبرد هذا حبات البرد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يصرفه يبقى داخل الغيمة سبحان الله، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ما علاقة البرق هنا؟ تقول الأبحاث الحديثة ومضات البرق القوية تتشكل في هذه الغيوم الركامية التي على شكل جبال، أعنف أنواع أو أقوى ومضات البرق تتشكل هنا، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بالله عليكم سؤال أوجهه للمشككين بهذا القرآن، هذا الكلام ما الذي سيقدم للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن في دعوته؟ سؤال فقط، أجيبوني عن هذا السؤال. يحدثهم عن ظاهرة كونية لا يرونها والجاهلين لا يعترفون بها، وتخالف الثقافة السائدة، ما يسمى بالترند اليوم، يعني ترند في ذلك الوقت كان الجمل والصحراء والخمر والنساء، يخالفها تماما. طيب، يعطيهم وصفا دقيقا لوزن الغيمة وشكل الغيمة، جبال، إذن الوزن ثقال، الشكل جبال، العمليات التي تتم جوا البرد والبرق. طب يا أخي والله أنا الآن لا أريد أن أتحدث كإنسان مؤمن بالقرآن، أتحدث كإنسان حيادي، أقرأ معلومة اليوم وأنا درست هذه المعلومات جيدا، درستها جيدا بدقة، أجد أن كتابا موجود منذ 1400 سنة أو يزيد يعطيني بأفضل وأدق العبارات وصفا دقيقا لما يجري في هذه الغيوم، ودراسة هذه الغيوم صعبة جدا أيها الأحبة. يعني هل تتصور أنه أحد يستطيع أن يجلس هنا ويقيس ويضع؟ لا، يستخدمون أشياء خارجية، مناطيد طائرات، يستخدمون ربما أقمار اصطناعية عن بعد، مختبرات على الأرض، دراسة تشكل الأعاصير والغيوم والبرد والبرق من معقدة جدا، بل حتى الآن العلماء لا يعرفون كل شيء على فكرة. طيب أنا أمام كتاب الآن يعطيني وصفا تفصيليا للوزن والشكل والعمليات التي تتم في الداخل، ويصف لي حبة البرد أنها تتقلب، يقول يقلب الله الليل والنهار كإشارة إلى تقلب حبات البرد، ثم يختم الآية يقول لك أيها الإنسان إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ألا تعتبر؟ ألا تستوعب هذا الكلام؟ والله أيها الأحبة، هذه الآيات اليوم أي إنسان لديه ذرة عقل يجب أن يعترف أن هناك إلها عظيما حكيما منظما لهذا الكون، قال سبحانه وتعالى:
صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.